مشاهدينا وإلى البيئة التربوية، السعادة في البيئة التربوية هي عنصر أساسي يؤثر بشكل كبير على تجربة التعلم ونجاح الطلاب، وبعد يتعلق بأكثر من ما هو مجرد جو إيجابي في الفصل المدرسي، ويمتد إلى إيجاد بيئة تشجع على النمو الشخصي والاجتماعي. في هذا السياق واليوم في هذه الفقرة رح نتناول عوامل تحقيق السعادة في البيئة التربوية مع المستشار والخبير التربوي سعيد أحمد حسن. صباحك الله بالخير أستاذ سعيد. صباح النور يا أستاذة. نورتنا. صباح الخير جميعا وشكرا على الاستضافة. العفو. الله يكرمك أستاذ. في البداية خلينا فعليا نعرف. نعم. ما هي السعادة الإيجابية في البيئة المدرسية للطلاب؟ نعم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم. السعادة بوجه عام هي الشعور بالراحة وانشراح الصدر وقيام الإنسان بعمل يحبه وبالتالي يحقق من خلاله نتائج إيجابية لنفسه وللآخرين، وبالتالي يعود هناك مردود آخر، سعادة داخلية تعود على المجتمع بأكمله. والموضوع السعادة لا يتوقف عند أننا ننتقل من سعادة إلى سعادة أخرى ورفاهية بدون هدف، إنما السعادة الحقيقية هي العمل الجماعي. وإذا تكلمنا عن المؤسسة التربوية فهي تضم أولياء أمور وتضم متعلمين ومعلمين وأيضا إدارة تحكم هذا الإطار فعلا. فمن خلال هذا الإطار إذا ما شعر كل شخص في مكانه بالراحة وانشراح الصدر والرضا الداخلي عن أداء عمله تحققت السعادة وتحقق منتج تعليمي جيد على أرض الواقع فعليا. أستاذ سعيد، لو بنتكلم أكثر عن العوامل اللي بالفعل ممكن تساعد المعلمين والتربويين داخل الفصل الدراسي أنهم يحققون السعادة الإيجابية للطلاب. نعم، بالفعل البيئة التربوية هي البيئة متكاملة. إذا تكلمنا عن المبنى التعليمي أو المبنى التربوي يجب أن يكون مبنى متسع، يجب أن يكون أن يحتوي أو يشمل مساحة خضراء، التهوية الجيدة، كل هذه النظافة، نظافة المكان ونظافة الغرفة الصفية، احتواء المكان على أكثر من غرف للأنشطة أو أكثر من غرفة للأنشطة التي يمارس فيها المتعلمين هواياتهم ورغباتهم ومواهبهم المفضلة ويحقق طموحهم، كل هذه العوامل الخاصة بالبيئة تحقق السعادة. أيضا الرحلات التعليمية التي ترتبط بالمنهج التعليمي سواء داخل المدرسة أو خارج المدرسة من خلال ربط المنهج التعليمي بالمؤسسات الأخرى خارج البيئة التربوية. هناك أيضا الوسائل التعليمية المشوقة التي تجذب الطلاب وتثير دفعتهم للتعلم وتشعر الطلاب وخصوصا في بداية العام الدراسي بأنهم مقبلون على عام جديد وأن المكان مهيأ نفسيا واجتماعيا لاستقبالهم. يحكم كل هذا الإدارة الناجحة التي توفر هذه البيئة للطلاب وللمتعلمين وبالتالي نحقق منتج تعليمي جيد. صحيح. وأيضا أستاذ سعيد دائما ما ننسى دور أولياء الأمور. نعم. يعني جنبا إلى جنب مع المعلمين والتربويين، بالتالي كيف بالفعل لأولياء الأمور أن يشاركوكم في تحقيق السعادة الإيجابية؟ نعم. في البيئة الصفية أو في بيئة المدرسة؟ نعم، بالفعل أولياء الأمور لهم دور هام جدا جدا في هذه العملية، وخصوصا أننا تكلمنا أن العملية التعليمية أو العملية التربوية عملية متراكبة ومتكاملة. كل من المعلمين والمتعلمين وأولياء الأمور والإدارة لابد أن يكون هناك تعاون وتكامل فيما بينهم. فإذا تكلمنا عن دور ولي الأمر يبدأ من البيت مع أولاده أو مع أبنائه من التهيئة النفسية للأولاد، فالإيجابية للوالدين تنتقل أيضا إلى الأطفال وإلى الأبناء وتشجيعهم على المشاركة في المدرسة وتحبيبهم في جو المدرسة والتواصل مع الهيئة الإدارية والتدريسية أمر هام جدا بين أولياء الأمور وبين المدرسة بما يحقق نتيجة فعلية للأولاد أنفسهم، وهذا هو المرجو من العملية التعليمية فعلا. ولو نتحدث أستاذ سعيد، أكيد أي شخص سواء المعلمين التربويين في البيئة المدرسية إذا حابين يحققون مفهوم السعادة البيئية في الفصل الدراسي أو في البيئة المدرسية أكيد تواجهكم بعض الصعوبات أو التحديات. شو التحديات اللي ممكن تواجه المعلم أثناء السعي لتحقيق السعادة الإيجابية أو السعادة في بيئة الفصل؟ تمام، هذا يعني سؤال في غاية الأهمية. تسعى الدول الآن والمؤسسات الناجحة الآن إلى تحقيق توازن ما بين العمل والحياة،
وهذا ما يحقق السعادة والإيجابية بشكل عام، ويكون لها مردود على المعلم الذي يؤدي العملية التعليمية وهو المحرك الأساسي في العملية التعليمية، وأيضا على يعني ينتقل هذا على المتعلمين من الطلاب. فالبيئة التعليمية أو القيام المتعلمين أو المعلمين بدور إيجابي متكامل فيما بينهم يؤدي إلى تحقيق الإيجابية والسعادة على الطرفين. ولكن يبدأ الأمر من المعلم حينما يقوم المعلم بدوره كرسالة، وهذه يعني نقطة في غاية الأهمية، أن يقوم المعلم بدوره كرسالة تربوية تعليمية ليست وظيفة. الأمر أبعد من أن أحقق عائد مادي أو أحقق يعني يوم يكون هدف ورسالة. نعم، يكون رسالة. إذا ما خرجت من البيت أنا كمعلم وذهبت إلى مكان عملي واعتبرته أنه رسالة، الأمر يكون فيه رضا داخلي وفيه فرحة داخلية. من هذه الحالة أنتقل إلى طلابي، تنتقل الحالة الإيجابية بداخلي إلى طلابي المميزين الذين يجدون في الابتسامة. يعني حتى أن ديننا الإسلامي فيه هذه القيم الإسلامية المعروفة، يعني الابتسامة في وجه الآخر. نعم. ولا تحقرن، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لا تحقرن من المعروف شيئا ولا أن تلقى أخاك بوجه طلق. فهذه الابتسامة لها تأثير في غاية الأهمية بين المعلم وطلابه المتعلمين، يتفاعل معهم ويتقبلون منه ويسألون عنه إن غاب ويتجاوبون معه، ويكون هنا فرصة أكبر لغرس قيم الإيجابية والثقة بالنفس والرضا. صحيح. ولو نتحدث أكثر أستاذ سعيد عن نقول كيف ممكن بالفعل لهذه السعادة الإيجابية يكون لها المردود الإيجابي أو الآثار الإيجابية على الطلاب على المستوى نقول التحصيل الدراسي وأيضا التحصيل التعليمي؟ تمام. عندنا يعني أهم شيء في موضوع العملية التعليمية والعملية التربوية وتحقيق السعادة، أهم شيء هو التطبيق العملي للمفاهيم التي نتكلم عنها الآن، وهذا ما يعني تحدث عنه كثيرا في مجالات وفي أوقات وفي ندوات كثيرة. يعني يعني التطبيق العملي مثلا عندنا في 20 دقيقة في مجال عملي أنا مخصصة لجودة الحياة، هذه هذا الوقت في بداية اليوم الدراسي يعني نقوم بتفعيل قيم أساسية خاصة تمس حياة الطلاب مثل السعادة الإيجابية، نناقش قضايا التنمر الذي له تأثير سلبي على الطلاب، تعاون الطلاب مع المعلمين، رغبة تحبيب الطلاب في العملية التعليمية وكيف يمكن أن يستفيدوا من الوقت. كل هذه الأشياء نطبقها في برنامج صباحي من 20 دقيقة له تأثير كبير جدا بشكل يومي. بشكل يومي رائع، ويحقق نجاح كبير جدا، وأنا أشرف على هذا الأمر ومعي مجموعة من المعلمين. هذا له أثر، أنا وجدت هذا الأثر في وجوه الطلاب وعلى نفسية الطلاب ومن خلال تعاملي معهم أنا شخصيا. ننتقل إلى جزئية أخرى وهي سياسة الأبواب المفتوحة ما بين الإدارة وأولياء الأمور والطلاب. فعلا هذا الأمر يحقق سعادة للطرفين، يعني نجد أن ولي الأمر في أي وقت وفي أي لحظة يستطيع أن يتواصل مع الإدارة ويستطيع أن يتواصل مع ولي مع المعلم ليعرف مستوى ابنه ويعرف سلوكياته. والأمر كما ذكرنا يتطرق إلى الحالة النفسية والاجتماعية للابن، لأننا لا نتكلم فقط عن معلومات ولا نتكلم فقط عن شهادة يحصل عليها الابن، إنما نتكلم عدة عن جوانب نعم صحيح. متكاملة، نخرج شخصية إيجابية يعني في الحياة بشكل عام ليس فقط في المدرسة. جميل. يعني ذكرت أستاذ سعيد الحلقة اللي تسوونها النقاشية اللي هي مدتها 20 دقيقة تكون في بداية تقول الحصص الدراسية أو في بداية اليوم الدراسي، إلى أي مدى بالفعل ترى تفاعل الطلاب معك وشو الفائدة اللي تعود عليهم فيما بعد؟ بالفعل هي فائدة كبيرة جدا. هذا الأمر عندما بدأنا نتعامل به وبدأنا نفعله مع الطلاب ونتحدث مع الطلاب بشكل مباشر ونخصص وقت يعني 20 دقيقة ليست بالوقت القليل، أيضا يعني في فرصة عظيمة جدا لهؤلاء الطلاب أنهم يتكلموا مع المعلم في قضايا أخرى بعيدة عن الدراسة وبعيدة عن المنهج الدراسي، قضايا حياتية كبعض المشكلات التي يتعرض لها الطالب. هنا يجد يعني نافذة أو من يستمع إليه، فبالتالي يستطيع أن لو إذا واجهته مشكلة أن يجد لها حلا فعلا.
يعني صحيح انه يخلي الطالب هناك تواصل دائم بين الطلاب وبين المعلمين والتربويين، وايضا نفس ما ذكرت استاذ سعيد في البدايه يكون التواصل مهم ايضا مع اولياء الامور. بالتالي لو نرجع نتكلم عن دور الطلاب في هذه البيئه، كيف تشجعهم بالفعل انه يجب ايضا على الطلاب ان يكون لهم دور فعال ودور ايجابي في خلق السعاده في البيئه المدرسيه؟ نعم، الطلاب لهم دور هام جدا، من خلال اولا الدور الاكبر على المعلم ان يوعي الطلاب بما يستطيع أن أو بما يريد أن يوصله لهم، الرسالة يوصلها للطلاب حتى يكونوا شركاء معه في هذه الرسالة. عندما يتكلم المعلم مع الطلاب في أننا في صدد رسالة هامة جدا، وهذه الرسالة تفيدك فيما بعد في المستقبل وفي حياتك العملية والتعليمية، هنا يشترك الابن أو الطالب من أبنائنا مع المعلم في هذا الهدف، إشراك الطلاب في هذا الهدف. فعندما نختار أيضا بعض الموضوعات التي تناسب أعمارهم، فهناك مثلا طلاب المرحلة الابتدائية وطلاب المرحلة الإعدادية أو طلاب المرحلة الثانوية، كل فئة عمرية لها ما يميزها أو لها يعني صفاتها التربوية التي تناسبها. ففي هذه الحالة يجب أن نتكلم في كل فقرة أو في كل عمر على أمر معين يعني يناسب عقول الطلاب ويتماشى مع المرحلة اللي هم فيها، مع مرحلتهم واحتراما لعقولهم وطموحاتهم. أكيد. أكثر الأنشطة أستاذ سعيد اللي تفضل دائما نقول ممارستها مع الطلاب في الفصل الدراسي، يعني يمكن بعض المعلمين يركزون دائما نقول على الفائدة العلمية والتربوية، والبعض الآخر أيضا ممكن يدمج بعض الأنشطة اللي تحفز الطالب أنه يشارك طول الحصص الدراسية أو طول الدوام المدرسي أو الدوام الدراسي. شو أكثر الأنشطة اللي تحب تمارسها مع الطلاب؟ يعني هو تنوع الأنشطة في حد ذاته أمر في غاية الأهمية، ولا يجب أن نركز على نشاط بعينه، ويجب أن تكون الأنشطة تناسب الطلاب. هناك طلاب يتناسبهم الأنشطة الرياضية، لابد أن أحترم رغبته وأوظف له وقتا يستفيد منه. هناك طلاب يحبون القراءة والتأليف والشعر مثلا في المراحل الثانوية، وأنا وجدت ذلك، فلا بد أن أوجهه نحو المكتبة ونحو قراءات معينة. هناك أنشطة أخرى خارج الإطار المدرسي كالندوات والمحاضرات واللقاءات الخارجية، التي أنا بدوري كمعلم والإدارة معي أن تنبهنا وتعلمنا بها ونشرك فيها الطلاب من أجل أن يستفيدوا من هذه المبادرات، وبالتالي هذه الأشياء تعطي لطلابنا خبرات كبيرة جدا وتفاعل في المدرسة وخارج المدرسة. صحيح، وأكيد تحقيق السعادة الإيجابية ونقول حتى السعادة في البيئة المدرسية أستاذ سعيد تحتاج إلى التعاون ما بين الطلاب المعلمين والتربويين وأيضا أولياء الأمور. أكيد شاكرين لك تواجدك معنا اليوم في برنامج صباح الخير يا وطن، المستشار وأيضا الخبير التربوي أستاذ سعيد أحمد، يعطيك العافية. الله يكرمك، نورتنا، حياك الله. شكرا لك.